لا بزعل ولا بنضرب على قلبي، مين قال اني انا بزعل ولا ابالي؟ هذا بيتكم وانتم حرين فيه، بتسالوا مين ما بدكم وبتقلعوا مين ما بدكم. خلص امي خلص، انسي الموضوع، لا رايحين ولا راجعين، قاعدين. شوفي ماما، ما في شيء، سلامتك، روح افتحي الباب. اهلا حماده مرت عمي. اعتمك مات ولا مرت عمي؟ لا مرت عمي تكرمي. هيك ها، شو صغري انا متضايق منها كثير. متضايق منكم؟ ليش متضايق منكم؟ ولو ليش مين فينا غيركم؟ عن اذنك لشوف مين اجاكم، كمل شغلك تعطي. شو لازم لك حد؟ واخوك؟ اخي يا سلام يا يا ميت. أهلين وسهلين، أهلين بسيكوح، تفضل شوي. هزوز هزوز، تفضل بيت بيتكم، يا أهلين وسهلين. إيه يا عمة أخوي؟ الصرف اجتماعي ولا جوا بين دو مروان، في شي؟ إيه في شي، هذا يا سيدي أختك. قصدك مرت أخوي؟ إيه قصدي مرت أخوك، يعني نحن بنقول يعني أختك. وعز إن شاء الله، إيش بأختي؟ قال بدها تاخذنا لعنا على بيتنا وتحرق عنا. ايه يعني طريقة أدبية؟ قلت لحالك. لا يا مرت أخوي لا، عجبك يا هزاز؟ لا بدك أبغى يجيبها وبصير مع سبع عيدات. قولي شو هالفعل؟ مروان؟ لا لو معنا حق بدك تطلقني. حبيبي شو رح لك تحكي؟ معقولة؟ هي كيف لا تتنبي مشان أمك ما يصفي لك حجة إنه يجي لغنى على البيت؟ وأبو قصي وأم قصي ونشا وبكي وبرهان هدول كلياتهم ما رح يجي لغنى لأنه وضعي نفسي ما بسمح لي إني أستقبله. وبكري؟ معقول بكري بضل هون بعد المشكله كلياتها؟ اول واحد رح يسمع هو. شلون؟ اول ما رح يصير طلاق رح تطبق قوانينه وبهدله وقول له يلا حكي لحلب، ما رح يزعل مني ليش؟ لانه انا بوضع نفسي سيء، ما هيك؟ صح. والجيران نفس الشيء، بيجوا لعندي بقلعهم كمان ما رح يزعلوا لاني بوضع نفسي سيء، مزبوط؟ مزبوط. وامك نفس الشيء، بحجه انه ما بصير تجي لعندي عشان شو تجي تساوي؟ مش حلال وحرام؟ طيب على ذكر الحلال والحرام، مو حرام عليك تعمل فيهم هيك؟ لشو عم بعمل فيهم؟ يعني في صدمة نفسية رح تصير ولا انت رح تطلقني؟ ندى المشروع اللي بين ايدي بده 10 ايام اقل شيء ليخلص، كيف بده يخلص؟ طيب بس انا ما دخلني. طبعا انت ما دخلك. وين بدي اروح؟ بدك تضل اليوم. شلون؟ ندى انت من وضعك نفسي تعبان فبدك تطلع على الاقل كم يوم تغير جو. انت ما بطلع على الاقل تجي لهم. مش لاني معي برونتو. ما انا بدي اغلطك.
شعبتك انت؟ انت بعد على كلام تخلي النوب ضد غيرك ما عم شغلها. لك انت؟ هالسرد جنيت واحد مثلك بضب غراضه وبينقلع من هون على رضينا من بين والبين ما رضي فينا. مين رجالك تدخلي؟ انا ما عاد اتحمل ما عاد اعيش معك ولا ساعه تحت سقف واحد. على اساس انا اللي فيني اتحمل؟ لا طول ولا طول ولا كمل وانا ما بنحمل بالطريقه هاي. انت بتسكت ما بيسمع منك ولا حرف. طول ولا كمل ما بصير لا بصير وانت تعال يا ضب غراضه تحت الحلب. خير يا ضب غراضه تحت الحلب بس ما بتقول انت بتضل هون يعني بتضل هون. خيره في شيء ثاني بده شرح؟ لا خاطرك يا مهندس يا فهمان. طول بالك بدنا نستر على اخي شو تفاهم؟ لك بعد عني انت تاني بعد ماني طايقتك هلكنا جننتنا كل يوم قصتك انت وجورك مكششين الحمام. لك يا بني ادم طالما بتعرف حالك بدك تصير كعشرة حمام ليه بصمت مصاريك واشتريت لك شي غرفه على الاسطوح بدل الهنا والبكي يوم؟ طول بالك بدنا نستر على اخي هل انت ضربت على البتر الحصه تبعي؟ بعد عني. يلا يا جماعة كل واحد على شرطه ورجونا عم بتتافقون. يلا يا جماعة كل واحد على شرطه ورجونا عم بتتافقون. يلا سامر انت اول وقت بدك ورجينا عم بتتافق. ليش صغير؟ ما بيجوز تعدي بين واحد غريب ما بأي صلة بينك وبينه. قوم يا جماعة هدوا هدوا. يا استاذ مروان انت بالذات تطلع على بابك بتقعد من وشي بسرعة. يا استاذ مروان لا في بابا بدي يشوف مخك شو مجعلني ما بتفهم عم يقول احد انا ليه انت بالذات بتخرس بست حلقك ولازم من ساعه انت تكون برا. انتوا اثنين بدكم تطلعوا لبرا تفضلوا. يا جماعه انا رايح حلب. يا استاذ بكري طولي بالك شوي. يا استاذ انا ما عاد فيني. يلا امي خلينا نمشي. لوين انت؟ روحي على بيت وانا بدي اروح عند خالتي على حمص لحتى ارتاح شوي. يلا سامر امشي. انا فجي يا مروان متواجه. انت الثاني هيك سريد دقيقه ما تضربه. ليش عم تضربه؟ مالك خايف من سامر؟ بدك طولان؟ واذا طولان انسان بتطول ايدك؟ ايه بتطول ايدي. لك يا استاذ مروان بعد فكره منسي وادمي شباب. انت اسكت ما بدي اسمع منك ولا حرف. انا يا استاذ مروان ما بدي اسمع ولا حرف. الكل برا الكل برا الكل برا. الكل لبرا. شو بتعملي؟ ولو بتفوتوا تقعدوا عنا سدوا البيت لكم والعتبه لنا لب الخس لكم والعرموشه تبع عائلنا. لا لا ابو صيد شبك ايش انت يا رجال عم لنا تفضلوا على البيت وبيها يا عمي. ما في شيء اهلا وسهلا. شوفي شوفي شو صار شو القصه فهموني. بدنا نحل ضرب معه مروان العداد قال عن كلياتنا نبر انا ما عم بقول لك يا يعني ما فهمت لي شو سبب خلاف بين مروان ندى؟ ما فهمت. اكيد مو سبب خلاف مروان ندى. اكيد في شيء عم بقول لك ليكون هذا سامي الفصون ليكون شو لك انا على طول بيلعب له دورات بيلعب له مشاريع. انا سمعت لما اتصور بيلعب له دورات بيلعب لي بالشراش كمان. السبب عام من هيك كتير. شو هو؟ أنا بعتقد وجودي عنده هيك إيه شغل عامل على طول بطل والسبب. لك أنت مين لك بتعمل على طول بطل؟ وإنت شغلي؟ مش لك لك شغلي؟ لك أنت عم تشتغل عنده بالليل وبالنهار. أنت نسيان أنا إنه بتطلع من المطبخ حامل السربوش بتفوت على المطبخ حامل العظام بتطلع على المطبخ حامل البطيخة بتفوت على المطبخ حامل الشرة بتطلع على المطبخ حامل السربوش بتفوت على المطبخ حامل الزلمه نسيت حالك. طيب هذا هو الحل. الحل تكوني أنا اللي بنحل المشكلة كلياتها. وتقعد ما أعرف أنا الحيوان اللي متحيوان مروان ما أعرف شو الحكي. مثل ما عم قال شو الحكي ما فهمت عليك كمان. بنمشي محيط الله. أنت سمعتي بإذنك إنه رمى على اليمين؟ لا رمى على اليمين. إمي خلص خلص أنا مش تعبانة اتركوني اتركوني يا أبو قصي فوق
ودي هبطل الشأن لك لجوا. ايه؟ مناطق السعادة فوتوا. شو بدنا نسوي؟ وانت شو دخلت على الموضوع؟ بك شو نسيت انه انا رئيس مجلس بناء؟ واذا رئيس مجلس بناء بدك اعرف ما شو شخص عندي ببيت؟ صحيح ولكن بحكم الجيرة انا حبيت انه اعرف الشيء. وشو دخل الجيرة بالموضوع؟ انا دق عليك الباب وقلت لك انت شو عم تسوي شو هالقلة؟ لا ها شو رأيك معناتها؟ انت شو رأيك؟ انت شو رأيك؟ انا رأيي انه انا ما بفتح لحدا انه يتدخل بالقصص اللي عم تصير جوات بيتي. وانا رأيي انه انت ظلمت اختي انا. لا ما كنت انا ما بسمح لمخلوق يتدخل بيني وبينها. طيب اخي نبوان معك حبة سردين دي؟ دي احد بقى. مشان المشروع ولا يما حط ايديك مش قصدي كون مطمئن استاذ كله تمام رح اضع اتصال معك انت ما رح تطلع بيك مو هيك اطلاقا حتى على المكتب ما اجي تمام ما بنضل على اتصال بدك شيء هلا سلامتك مع السلامه وهي هي كل القصه معناتها طالع كل اللي ادب وبهدلك ما بدك شو بدلني هو بيطلع بيدلني بس يا حوالي البنت نصيبه تعبان يا سجني انا من رايي نفوت نقعد على الطاوله نفكر نشوف شو بدنا نحل المشكله لو تجوزت بدرتين مو احسن لك عم بدرت ايش يعني صراحه حق على بنتك انا ما بضل حدا ببلد ولا بعدله لك يسلمي هالدم يسلمي هالدم اللي عم ينقص سكر شو ما جيت ببالي ليك ام شامي انا سمعني خذي ابني انا حمص وانت عيني على تغليل ابدا سجميه فاتت لهو ما بتطلع من هون ابدا الا اذا رجعنا يا بنت الشياب امي شو رايك نروح على بيتنا مو احسن لنا افضل انا بوصل سجميه انت ارتاح ما بدك عم بعمل انا بوصل لهم بنفسي تفضل ما تاخذونا تقنع عليك خذي لهم اللطف سجميه اللطف كله يا طنط يا رش خاطركم مع السلامه انا بتزوج عندي بيت سياح لياح بيدع فيه الخلق قصدي الحمام وعم تاكل حالي بتكافئ معي روح يا روح يعني ما في عذاب بالسهران ما توصلنا ولا وصلت جميل عذابك معه بسكوت بالنسبه لي لا جميل عندي اختيار تفضل شو رايك تاخذي مفتاح بيتي وترتاحي من حراره الشمس لبين ما حل لكم المشكله يعني ما في ازعاج ابدا وانتي ولا يهمك انا بتبعها ماشي سوي ديات امشي سامر سجميل في شغله بس بدي اياها انا حاطط بالبرات حباتي بقى يمكن بنصاص الليالي اعتازوا اذا دقيت عليكم ما بتزعجوا لا انا ما بنزعج خذ مفتاح ماما مروح على بيتنا بيت غير ما بدي سجميل ما صار شيء خلص ما بدي احبها خذي انا كمان بدي اعشق البرات حب على طول باخذه سجميل نعم انت بيصير معي مثل ما بيصير معي احيانا يا سلام مو بس انا بالبنايه الوحيد اللي بيصير معي هيك لا تقلي ابو قصي كان ماني كيف ما كان جميل الخانم الى بيت ملك شو ما صار تتقوى فيه يا ولادها بس انا شو بدي اعمل بحالي وين بدي اروح بحالي يا حسرتي علي انا لك شو عم تحكي يا بنت الحلال لك وانا وين رحت انا
هلا لما بيصير مشكله بيني وبينك رح تقلعني من البيت وما رح تسال، وانا رح اروح اصطدم الشوارع وانت ما رح تقلي وين رايحه وين جاي. شو بده يصير بحالتي؟ انا رح اصير مسخره على لسان العالم. بس انا مو حرام. مستحيل يا ابو صي، انا مستحيل استغني عنك. انت روحي وقلبي وعيوني لك. يا ابو قصي هذا الحكي كله وقت الجد ما بيصحح فرانك. قولي لا سمح الله. لا سمح الله يعني اذا صار مشاكل بيني وبينك انا بطلع من البيت. معناتها ناويه، معناتها رح يصير مشاكل، معناتها ناوي لي الشر يا ابو قصي. حقول لا سمح الله، لا تفهميني غلط يا ابو قصي. شوفها انا بدي حقي، بدي شيء يضمن لي عيشتي، بدي شيء يضمن لي استقراري. شو بدك؟ مريني بس. سجل البيت اسمي. هلا كثير بتهمك المظاهر. هاي شكليات يا ام قصي، انا بعرف هون واحد بالمنطقه سجل البيت باسم مرته، وبعد ما سجله باسمها راح ادعى انه هذا التسجيل مزور وحط عليه اشاره حجز. بس شو ضل قدام العالم مسجل البيت باسمها، وهي دارت بقى بين اصحابها سجل البيت باسمي، سجل البيت باسمي، سجل ابو قصي. لا تلف ولا تدور، بدك تسجل البيت باسمي ولا لا؟ بصراحه لك تفضل لازم يضل البيت باسمي. ليش؟ لانه اذا لا سمح الله صار ما صار انت حتحطيني برا. انا اكيد ارحم منك. ليش؟ لاني انا اولا شيء مخ، شيء ثاني لي منصب ومركز بالبلد، ما بشرشح حالي مشان امور تفهم كل هي. فلذلك خلي البيت باسمي اريح واحسن. مخيخ شو بدي احكي، كثير شاطر انت بالحكي. اهلا بك يا ايزابيلا الحموره. مادموزيل ايزابيلا بدي اطلب منك خدمه صغيره اذا بتريدي، اذا ممكن. تفضلي انسه جميله، انا اسمعك. توفي بقى انت مثل ما بتعرفي بنتي متخانقه مع جوزها مثل ما حكيت لك قبل شوي. نعم اعرف، لقد قلت لي هذا. بقى جوزها قلعنا كلياتنا من البيت. شفتي هذا صهري؟ يخرب بيتك، انا قصدي يخرب بيته. شو قال الاصل؟ لم افهم ماذا تقولين. عم اقول انه ليس لنا بالمستقبل القريب مكان نقعد فيه، يعني قلعنا، ما عاد في لنا ارنه نقعد فيها. اذهبي الى الفندق. فندق؟ ايش بدهم يحكوا علينا الناس بعدين؟ نقعد بالفندق؟ وماذا ستفعلين الان؟ عم قول يعني انه بدي اجي انا وابني سامر على بيتنا نقعد هون وقت بين ما تنتهي المشكله. اي البروبلم هنا؟ مستحيل. ليش يعني؟ بقصد ليش مستحيل؟ يعني واي امبوسيبل. انا عندي امتحانات ولا احب احدا ان يزعجني. أحسن شي نرجع على بناية صرنا، أكيد هنيك في قرايب يعني منهم بلاش كمان. بلاش؟ طول بالك لسه في أسلوب تاني. إيه زفي حرام عليك، أنا وأبني هالطفل ننام بالشارع. أم سامر حبيبتي ضل؟ مع السلامة. الله يسلم فيك بالعربي تعبت أبو رفيدة.
أم سامر لم تشربون القهوة. شوفي رشاد، من هلا راح احكي معك. اذا امك مثل جميله اللي عملت معي مروانه، اولا امي مو مثل جميله وبحياتها ما راح تكون مثلها. ايش هو جاب لجاب يا اخي؟ رشا انت ما بتعرفي نسوان بنوم الحماية وقت الخطبه بتكون تاخذ العقل، بس تصير جوازه هيك بكشفوا عن الياض والخير. امي غير شكل، امي غير سايله. انت هيك بتحسي؟ يعني شو بدك تقلعني بكره من البيت؟ لك انا ما حكيت هيك. رشا لك شو صار لك انت ولا احكي؟ شو صار لي؟ اسال حالك. انت فهمتيني غلط. اتفضل فهمني استاذ روكي، حاكي فهمي على قده. ماشي راح افهمك، بس انت روكي. شو بس الجميل؟ شايفك رجعتي اول شو نويت تسكني عندي؟ لا ما نويت اسكن عندك، حباتي نسيت انه برات القصي مو برادي. شو بدك؟ ولا أجلك ما بدي شيء. إيه أحسن روح. تاني مو بس أنا ماشي الشيء البناء. شو اقتنعتي بحالي؟ إيه بس أنت ما جاوبتني. بكرة إذا قعدنا قلعني مثل ما عمل مروان عدا. سؤالي من أساسه غلط. ها غلط. بنزل. شو كان روكي عم يدي بعقلي؟ ما في شيء، كان مسألة سؤال. شو السؤال؟ سألته أن ذكر قاتلنا بيقلعني مثل ما عمل مروان عدا. شو قال لي؟ قال لي سؤالي كله غلط. أنت شو قلتي له؟ ها غلط. بس؟ لا وقال لي كمان أن الحموات بعد الزواج بكشفوا عن أنيابهم. لا أنت صادقة، الأزواج هن اللي بكشفوا عن أنيابهم. سألني كان هيك لعبي مع جوزي ولا هلا جوز بنتي مروان بدر الدجا. بمفهوم الجواز برميل اول عسل واخر بصل، بصيروا مثل الدراكولا. امك هون. ايه تفضلي تفضلي. طبعا بدي تفضلي، ايش انا هي غيرك ولا تفضل تعال برا. ايه ويمكن تعاشق وما تقدر على اهل الهواسي بالمحبه لبكني بكر حامي الديار. واكتسب راحات لك يا يوم 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 يا يا عندي مشاكل انت بتعرفك يا هزه، انا كل ما بنزل على الحلب بنزل الباص باخذ محلي وانا انتلك ما معك ما معك مصاري بتنزلني وينك؟ شو رايك بعلك الغلطي؟ لا الغلطي انا بروح اشتريها ولا انا برضى. اجيت من سامر. سامر وين؟ تحت بيت مي. انا على صغيري معقول اخي مروان يعمل لك عمل معقول؟ ايه طه سوا. مين؟ طه. مين طه؟ اي طه؟ لا امي جوعان كتير. ايه لحظة طول بالك علي، انا بدي اسلوب هاي الحكاية، تعال نسلبها. Thank you.
من وين عم تحكي؟ من الشارع. ماشي سبقيني على المكتب، نص ساعة بكون عندك. عم بستناك، لا تتأخر. انا لا لا، مسافة الطريق. بدك شيء؟ مع السلامة. يا اخ كود حمص. ايوه كنت اتصل عشان خص 031. الو، هون بيت ابو سعيد؟ غلطانين، لا تاخذونا. لك شكلي بسرعه سفري. هاي سكرتها شباب. هلا طالما طلعوا لي الخلاص بلا هاي عفوا، ما تاخذونا ومدري شو شو حتشوف فيها انتو ثاني مره. لك ما بيصير، في آداب لاستعمال الهاتف، مكتوب هيك بالدليل، ولا انت ما سلموك لسه الدليل، مكتوب كذا وكذا وكذا. لا ما سلموني، انا بدي 5 سنين ليسلموني. الو، هون بيت ابو سعيد؟
ادخل الرقم السري. ادخل الرقم السري. وريدك سري ولي على ان تحظ جيت للتلفون طلع سري. كمان حاول مره ثانيه. معلش معلش. ادخل الرقم السري. ادخل الرقم السري. وريدك سري سري مري. كمان كمان جرب مرة ثانية. يلا جرب. معلش راح أحاول. هي 11 كبسة بس نكاية لشوف حيطلع لي سري. أدخل الرقم السري. كمان مرة رابعة. لك أمري يا الله جربي. أهلين 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 حبيبي. هيك هاو بدياكم متصالحين على طول. ليش لخناقة ما له طعمة؟ لك أحلى أبو قصي بالدنيا وأحلى سنكوح بالعالم. إيه سيدي تفوت لعنده أنت ولا فوت أنا؟ لا فوت أنت. أولا يعني أنت مقدر ومحترم غير أبو شرف. قصي بركي بتحكي لك معه كلمتين هيك تنتهي. أنا مش على رأسي أساسا. أنا اللي بدي ربي فوت أنا فوت لعنده أبو قصي. فوت رجوع. الله يقوي. شو خير؟ العالم بيقولوا من أول صباح الخير. صباح الخير خير. فوت انت اللي بيحكي معك كلمتين وعلى باب الصلاة حكينا. عفوا شو بسمح لسه تدخل بدون لا أكل هذا السور؟ انت اللي عم تضطرنا نتصرف هيك تصرف. شنو بقى؟ بشو أذيتك أصلا أنا؟ شو قال لك؟ أولا إنك تقرر الطلاق من طرف واحد يعني من طرفك هذا أذية إلي. ثانيا بهدلتنا وقلعتنا من بيتك بكل وقاحة. شيء ثاني فتحت جعورك علينا هيك. نحن ما حكينا ولا كلمه. ليش؟ لحتى ما نزيد المشكله. مشكله هلا فايت لنص بيتي وعم تتدخل باموري الشخصيه والعائليه وبدك يا ابن ساكت. شوف نحن ما عم نتدخل بحياتك. نحن بدنا نحل مشكله. صعيب امبارح سكتنا لانه كانت ندى بالبيت. اما هلا عم بقول لك اذا ما بتروح وبتبوس ايدها والشرفه بقول لك انه انت واحد قليل وجدان. ابو قصي انا ما بسمح لك تحكي معي بهالطريقه ابدا. مو على كيفك تسمح ولا تسمح. اذا ندى ما بترجع اليوم تاكد ما حتلاقي لها صاحب البنايه كلياتها لانك ولا بلا ما احكي خاطرك. راح راح. شو بك ليشك متضايق؟ ما سمعتي شو حكى يا فندي؟ ايه معه حق. يعني في حدا داعي لعملتك؟ يا ما بدي اقول لك بابا بطل في اللي بقى في حجاب الطبيب اللي طب انت ما شفت شو عمل معي انا هون لا ما اخذت هذا الامور على ولدي شو دخل بدي اشتري صحيح انا زعج بس انا بروح للمدير انه عم يبيع مشاريعه وبقلعه من الشغل لك احسن خليه يتربى هيك كثير شغله صوابه اختي انا ما بدي اقول انت اللي لك شو انا انه انا حماته بفكروا اني انا حاطه حطاطه وما حدا بيصدقني بيقول لانه انا لعبي وبنت انا لا سنكون شوف بدي اقلع على انا بدق على بيت ابو قصي نحن نفوت انت بتفوت بتحكي معه شي كلمتين ماشي حاول ليكي روح انا حاول هي اخر مره يعني قبل ما نبدا نرجع ماشي اوكي يلا نروح شو المناسبة؟ ما في مناسبة هيك جاي على بالي احكي معك كلمتين. معلش لا تحكي ولا غير كلمتين توكل. يعني ما بدك تحكي بالمرة؟ لا ما بدي تحكي بالمرة. هني عم بدك كلمتين. لا يا استاذ الله ما بدك. طيب انطوها شو هذا الشيء يلا تفضل. هون على الباب. ايه شو الباب؟ ما حكي يعني بحقك ما حكي العيس لا معلش كثير هون. ايه فوت خلص لك يسطر على وقتك فوت على الباب العمر. تفضل احكي هالكلمتين انطوها الجوهرة. ايه يا اخي يعني بدنا نشرمحي بالعربي الفصيح لا بدنا نلف ولا بدنا ندور بدك ترجعها. من هاي؟ الانتاي تبعك قصدي يعني المدام الست ندى. وانت اصلا شو دخلك بالموضوع؟ لا يا استاذ مروان شو عم تحكي انت؟ انا شو اللي علاقه بالموضوع؟ لا يا حيف علي يا حيف على الخبز والملح بس ما نحن جيران على اساس وعايشين كم سنه إنا مع بعضنا اخي انا لي علاقه غيره تأمنها بشي ثاني؟
شوف استاذ مروان، نحن بنحترمك لانك جارنا، ولا تعملي بالرز بصل هذا، لان نحن كلنا بنعرف انه وضعك تعبان وعلى الارض يا حكم. بقى يستر على اختك تخنت. انا؟ ايه انت شو مفكر حالك يعني؟ اخي بزمانه اخوك ابو محمود زعيم الكشاشي بدويد عرو، عمل نفس الفيلم تبعك هود. زين شو عملوا الكشاشي ولاده بحمي مدين بدها حكايتك انا عبد الفير قدامك. بطلنا نحكي معه، بتعرف شو عمل؟ هات اشوف شو عمل؟ شو عمل؟ رجع على مرته ورجله فوق راسه. بقى حضرته احسن من زعيم الكشاشي تبعنا. هات اشوف قول لي. هلا عم تشبهني الي انا لصاحبك هذا زعيم الكشاشي؟ صاحبي؟ يا ريت صاحبي يا ريت، هذا محمود زعيم الكشاشي استاذ ما في ابن مرة بسترجع فرادي قدامه. سكوت، بتكون امك دعت لك بليلة القدر اذا شبهوك فيه. الحرب دام الاول يروح. هلا اختصر وقول لي شو بدك. ايه استاذ مرعون، انا يعني بعرف انك مهندس وفهمان وخزانة علم وعين الله عليك، ولا تعمل بالرز بصل، تفهم؟ بتروح بتصالح هالندا وبتعتذر له وبتنتع حالك من هالندا تقلبك بتجيبها. والا شو؟ والا يعني ما بتعرف انت كل الكشاشات اللي عمهم اللي بتركبوا على نفس المستوى. ايه ما عاد لك مرحبا خاطرك. ايه استاذ مروان استر على اختك، زين الامور على مهلك وعلى رواق. انا قاعد عن جارنا حبيب ابي قصي رئيس مؤسسه الفضاء. شو بدك تاني؟ هو كذا مرة اللحمة بنقوم مع بعض نطحك معي بالحلبي، وتانيا ما رح ننشر رصيدنا ونسخ دم الجيران وعلى العيون. خذ دم، خذ خذ يا حبيبي يا مروان، صحيح تدرس وتتعلم وانا ما بتعلم، بس انا ضليني مرتاح لانه انا ضحيت مشانك عشان تتعلم وتصير مهندس. بك يا تحكي مو صحيح، لانه انت كنت بالمدرسة كسلان كسلان. شو مرات؟ شو عمال بحكي معك؟ انت وطيت راس عيب الشاب، لك يا حيو ما نقضي المسؤولية، لا تتجوز وتبهدل حالك وتبهدل بلد الناس معك. انا ما نقضي المسؤولية؟ انا ما نقضي المسؤولية؟ مين العطاء بقى اللي كل الوقت عم بدور على شو جاي يعمل علي؟ فهم انا اللي كان؟ ما فهمت عليك. لك يا اخي قلت للبنت حبيبتك وبدك تتجوز وانا اخي متجوزك امرنا الله. قلت البنت بدنا سؤال ونحن الاختيار، لك خيرت معك. بطل يا اخي رايك لما تجوزت انا كل على بعضك ما شايفها. كمان فهمت عليك. ان شاء الله عمرك ما تفهم. الله يسامحك الله يسامحك، بس شوف مروان هلا الله بدك تنزل على حمص وتستسلم لمرت اخوي لانه هي حبوبه بتهيلي وبتعطر جهه وبتوافي، والا بوصل خبر لامك وابوك ساعتها يا وين عم ظلام ليك. ما فهمت عليك. لك يا حبيبي يا مروان يا حبيبي لازم تفهم علي انه انا اخوك. ولك بكري انت العواطي لا شو اللي عملت لك شو عملت؟ ايه وبعدين مع مروان غضب الوالدين ما له دواء، غضب الوالدين ما له دواء، فيا رضا الله ورضا الوالدين. لك هدول كل شو بريد الشحن عم بكتبوها، او انت تفهم اكثر من شو بريد الشحن يلي منع يصير بلد العالم مره هي عن الجاهليه. لك شو دخل شو بريد الشحن موضوعنا؟ يا مروان يا حبيبي لك في 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 كلمة في العالم تتحمل بالعالم موجود عندها في البيت. ولك اخ انا ما بس افضل علي ابدا، ما بس افضل هالند علي ابدا. ممكن احط رجع الحلال لانه ما عاد اتحملها، وكمان انا حابب اقول لك انه هي بالاصل ما متحملتها. لك لخي ارجع تحكي معي الماني ما بفهم عليك. لك هي مرت اخوي بنت ناس وعالم، بنت ناس وعالم. لك شو بدي ايش ما بعرف، بعدين يكفي يكفي انه فضلتك عن هذا بدل تدير مليارديه وانت واحد انت بور الشحاط معك لطا. قوم من اللي عم حلتي قوم. رايح مع اني ما فهمت عليك، بس لا ترجع معزز الكرم على هذا البيت قصف على راسك وانت صار عليك انه فلتة برغيك وبالدرس او المهندس قال. وصلت معك انك ترفع ايدك لوتشي انت يا جامعي يا متعلم يا مهندس. بكري شوف انا درست لحالي والهندسه كملتها لحالي واشتغلت لحالي، ما عندي استعداد انه يجي واحد عواقي شرب احسانها يعمل معلم علي. اخي ما فهمت عليك، اذا بتحكي معي بالصيني بالتايواني بالهندي بالنيجيري ما فهمت عليك. ما فهمت عليك خاطرك
بقصد بكلي معه حق بكل كلمة قالها. شو جنيت انتي؟ مروان انا ما بفهم عليك. تجاوز حدود الأدب مع البرعامي، فهمت ولا لا؟ ولا راضي؟ حتى أنت؟ لا تقول لا، كلمة ولا ما بتسمع على لسانك، هي أولاً. ثانياً بترجع مرتك اليوم على الناية، وألا ما لك عادة بكل الناية. راضي؟ سير آخر أختار، شو سيد؟ لا ما سيد، بس تصرفك غير رومانسي مع مرتك رح يكلفك كثير. ولا كنت إلي عملوا أحسن ما عملك شفتين، يلا يلا عم بحب وعشق وغرام رومانسيه وبدك يطلع واحد تافه ومتخلف في عليك. انا تافه ومتخلف وتفي عليك؟ ايه انت تافه ومتخلف. انا تافه ومتخلف وتفي عليك يا ابو قصي؟ لك لا ترفع صوتك يا حماد، لا ترفع صوتك. شوف اذا بدك تروح شيبه نحن كلياتنا بنروح معك. يلا شو مسحي؟ شو مسحي؟ لا تسحي لا تسحي، بالحب ما في حياه، امشي لروح شيبه لنندى. لو ما خاطر اختي ندى بس يلي هي احسن منا وما بهون عليها فيك كنت عملت لك اللازم. حتى انت انت ما بدك اتلاقي منه اسالكوا حالا. ايه ايه مظبوط. هلا انت امتى اخذتي ولا شفت؟ يا جماعة في يكون عندي مفاجأة كثير حلوة. هلا وقت مفاجأتك انت الثاني ناقصنا ندى. حبيبتي 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 حبيبة ماما اشتقت لك. اشتقت لكم كلكم. فردة فردة رشا قصي جميلكم لما مساكل حياتي.
بدي اياها. امي لو تعرفي قديش ترشحت وتمررت على اراضي وتعبت. صار رجعت لكم رجعت لكم امي يا حبيبي. اللي صار انا معي هي القصه من زمان بس. انتوا طلعتوا اولاد قصور بس وطلعوا برات المسؤوليه. منك بس لو سمعتي كلامي وتجوزتي بدر الدجع احسن من بدر الدين احسن من بدر الدجع. بدر عمي؟ نعم بدر عمي. ذبحتيني